السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نخلي الأوتو ده كأنه هو مثلا بيتكلم، فهاجي هنا في الإيفنت وأضيف لما أدوس كليك، وبعد كده هقول له إن أنا عايز يقول كلمة معينة والساوند ينطق حاجة معينة. طيب خلينا نشغل. طب هو بيقول مياو، فأنا عايز أقول له السلام عليكم السلام عليكم، بدأ يسجل. فانت ممكن تتحكم في الحاجة اللي انت عايز تظهر معاك بالشكل دوت. خلينا نشوفها، خلينا نوري الريكورد وان. السلام عليكم. طيب لو انا عايز بقى اخليه اول ما اكتب حاجة هو ينطقها، مش لازم اسجلها بصوتي، تمام؟ هقول له سبيك واقول له مثلا ويلكم ماي فريند، تمام؟ وخليه هنا يقول السلام عليكم. ويلكم ماي فريند، وخلينا نسيب دي دلوقتي، نحط ديت. Welcome my friend. ويلكم ماي فريند. طيب ممكن تحدد الصوت اللي انت عايزه ينطق. Welcome my friend. بالشكل دوت، تمام؟ ممكن تلاقي اصوات كتيرة مختلفة، هتختار الصوت اللي انت عايزه. Welcome my friend. تمام. طيب ممكن نقول له خلي اللانجوج بتاعتك انجليزي او فرنساوي او كده، Welcome my friend. تمام؟ بدل انجليزي مثلا ممكن نخليها فرنش. Welcome my friend. تمام. طيب ممكن حتى نخليها عربي. عربيك. Welcome my friend. تمام. طيب خلينا نكتبها له بالعربي، مرحبا صديقي، بالشكل دوت. مرحبا صديقي. فانت ممكن تاخد جملة كده وتخليه هو ينطقها. فانت اتعاملت مع الاصوات، واحنا شفنا قبل كده في فيديو تاني ازاي تتعامل مع الفيديو وتدخل فيديو معاك. فهو برنامج مش حاجات بسيطة، لا ده في تفاصيل كتير جدا تقدر تعمل برنامج حقيقي بيه.